المشاركة الأولى للجزائر في أعمال منتدى المستثمر العربي العالمي بباريس شكل علامة فارقة في نسخة هذه السنة التي انعقدت بمقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية، فقد كان حضور الجزائر مهما ومقدرا من قبل المئات من الشركات ورجال الأعمال العرب والأجانب، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين ونجوم الفنون والثقافة. إحنا في هذا المنتدى كنا بنجرب نجيب ناس مختلفة، مش فقط رجال أعمال، بس جبنا رجال أعمال، جبنا نساء أعمال، جبنا شباب، وجبنا من العالم العربي كله. فجبنا ناس من موريتانيا، ناس من المغرب، ناس من الجزائر، ناس من الخليج. On a une dizaine de personnes, de chefs d'entreprise, d'experts qui sont présents. On est venus nombreux parce que non seulement ce forum intéresse les chefs d'entreprise algériens, mais ça intéresse aussi les chefs d'entreprise de la diaspora en France et un peu partout en Europe. المنتدى تحول هذه السنة وبدرجة لافتة للتركيز على قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والابتكارات الصديقة للبيئة وتلك التي تشجع على التميز، كما كانت فرصة للتعريف بالسوق الجزائرية وما تمتلكه من خصائص اقتصادية فريدة. في إمكانيات ضخمة وهائلة في الجزائر، الحمد لله لدى الجزائر البنية التحتية مكتملة من طرق وكهرباء ومطارات، ما علينا إلا نبحث عن الفرص، نتواصل مع المعنيين في الجزائر ونلتقي بهم، ومستعدين نعمل ندوة أو ملتقى استثماري في الجزائر. C'est vrai qu'on a besoin d'événements, de networking, de lieux où on pourrait réunir ces diasporas qui puissent investir en Algérie parce que c'est un pays qui est porteur. Et puis moi, voilà, mon cœur balance entre l'Algérie et la France, donc il est évident qu'il faut investir aussi en Algérie avec aussi les différentes opportunités. On a une jeunesse qui n'attend que ça. في اختتام المنتدى تم توزيع جوائز عدة على عدة محاور لتشجيع الشباب العربي على الإنتاج والإبداع والمساهمة في تطوير الاقتصاد العربي. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.